بالقسم الأخير من بتحلى الحياة بنستقبل قائد فرقة المحبة الأستاذ محمود هندم. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك. حضرتكم الفرقة تأسست سنة 2004 ووصلت صحيح. للعالمية. مزبوط. إذا فيك تخبرنا كيف توصلتوا على العالمية وشوي عن مشوار هالفرقة. بلشنا بال 2004 كنا مجموعة صغار كلياتنا مع بعض وأسسنا وكنا إيد وحدة ولحديت ما الحمد لله كبرنا وما زلنا لهلا وشوي شوي لوصلنا صراحة برات لبنان وعالميا الحمد لله. أستاذ محمود، أي نوع من الاحتفالات بتغطوا وكيف هالنوع من الفرق بتكبر وبتتوسع وبتنتشر؟ شو هو سرها وسببها؟ الاحتفالات نحن ما عندنا شيء معين، يعني نحن بنغطي كل الاحتفالات وكل نعم. المناسبات و ما في شيء محدد صراحة لأي مناسبة بتكون، يعني مناسبات حزينة مناسبات صحيح. فرحة أفراح مناسبات حزينة، في عنا كتير مناسبات طبعا دينية مثل عيد مولد النبي اللي نحن فيه هلأ. نعم، عليه الصلاة والسلام. سنة. الله يسلمك. وأكيد بيرجع بيجيك الإسراء والمعراج، بيرجع في مناسبات كتير طبعا دينية، فكل شيء له شيء وكل واحد له برنامجه وكل واحد له ستيله الخاص من ال من الأناشيد. رح نسمع أنشودة من حضرتك هلا؟ حنسمع شيء من أكيد من وحي المناسبة. نعم. دعوة إبراهيم اسمها. تفضل. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا محمد، يا رسول الله. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. أستاذ محمود، لكل يلي ما بيعرفوا، شو رمزية الإنشاد ولشو بتهدف؟ الإنشاد هو مثل ما في بمجتمعنا الأغاني اللي بتدل على الحب، الإنشاد كمان بيدل على الحب، بحبها، بيدل على حب الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت بيدل على حب سيدنا محمد، وبدل على حب كل الأنبياء. وفي تأثير أكيد فيه من ناحية الكلام اللي نحن منقوله، وفي تأثير من ناحية اللحن كيف يدخل على قلب المستمع أو على قلب الجمهور. ومثل ما قالت السيدة رابعة العدوية، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أنت أهل لذاك. كانت عم تخاطب الله سبحانه وتعالى، وعم تخاطب بينه وبين حاله أكيد، هذا من شدة الحب اللي هي فيه. قالت له أحبك حبا لأنك أنت أهل لذاك. وغير طبعا الشعراء في كتير ونحن من أنشد لهم، من ضمن الشعر الموجود: زدني بفرط الحب حبا فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. ففي كتير طبعا كلام وأشعار اللي ممكن يأثر بالمستمع وممكن أنه يفوت على قلبه،
نحن بناخذ طبعا دورين، ما بينفع ان يكون الكلام جميل واللحن مش حلو. نعم. ضروري يكون اثنين متناسقين مع بعض ليقدر الرساله توصل اكثر. تقدر توصل الرساله اكثر على قلب المستمع. مثل ما سمعتونا قبل شوي، نحن بنعرف كمان انه حضرتوا مدلي ونزلتوا فيديو كليب، رح نتابع مقطع منه ومنكمل حديثنا. وجهه بدر منور جل من انشا وصور، راسه وعنبر، شعره تاج الليالي. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. حملي في قلوبك حبك قبلتي، واعطف على المسكين واجبر لوعاتي. حملي في قلوبك حبك قبلتي. استاذ محمود هندم، نحن متشكر حضورك، اهلا وسهلا فيك، وكل التوفيق لفرقه المحبه اللي عم تنشر رسائل المحبه لكل انحاء العالم. يا هلا. وانا بدي اتشكركم اكيد على الاستضافه الجميله. يا هلا، شرفتونا. يا هلا.